معانا مستر خالد التميم من المملكة العربية السعودية. الحمد لله. مستر خالد، رأي حضرتك في البلد ايه كمجمل وفي الجولة؟ والله اصلي دي جورجيا او جورجيا، دي بلد جميلة جدا. لو قلت لاخواننا المصريين بلد انما ايه تحفة، بسم الله ما شاء الله. كنا نسمع عنها اول بانها طبيعتها حلوة وطبيعتها بكر والسياحة فيها لسه توا باجي، لكن صراحة الأشياء اللي شفناها صراحة أشياء مبهرة مبهرة صراحة جدا، وأنا ما توقعت إني بشوف المناظر هذه. لكن بالمجمل صراحة بلد طبيعته خلابة وجميلة، وصراحة مناظر ساحرة جدا جدا جدا، خصوصا بعض المناطق يعني في تبليسي جميلة، تعتبر بلد تراث حضارة تكمن فيها المعالم التراثية ويكمن فيها الأماكن والتراث والحمامات الكبريتية الساخنة، وفيها بعض الآثار الجميلة. برجومي أيضا يتمتع بجو جميل جدا، مدينة برجومي وفيها المياه المعدنية صراحة أنا جربتها، هي أكيد يعني مش حلوة كطعم بس مفيدة جدا للجسم برجومي، لكن صراحة تظل الأبرز والأميز والأجمل باتومي بكل المقاييس. تمام. باتومي تعتبر جنة الله في أرضه. طيب مستر خالد، رأي حضرتك في شركة فريد بيريت تورز، وهل انت تتمنى معاك بالبرنامج اللي متفق معاك عليه؟ صراحة أنا أشكر الأستاذ عماد في المقام الأول بنوفر لنا جميع سبل الراحة بما فيها الفنادق الجميلة والسيارة الجميلة الرائعة المخيفة، وكمان السائق والمرشد الأكثر من رائعين صراحة اللي ما قصروا معنا في أي حاجة بنطلبها. صراحة أوفوا بالغرض وكانوا قد الطموح، وصراحة أنا معجب صراحة جدا بتعاملهم اللبق وأسلوبهم وحتى هضامتهم في الكلام، ناس يعني كانوا نعرفهم من زمان، وشكرا شكرا جزيلا. تمام مستر خالد، نتمنى لك رحله سعيده ان شاء الله. تمام ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا جزيلا جزيلا، هذا اللي اشترك العلم.